السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه سيرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ وحشيني والله العظيم. النهارده احنا هنتكلم عن حاجه ممكن بتقابل بعض الاشخاص، ان هم بيبقوا عايزين يعملوا اديت على الصور بتاعتهم، عايزين يعملوا شويه كده افكتس كده ويحطوا صور وباك جراوند وخلفيات للصوره بتاعتهم، لابنك لاختك لمراتك لاي حد. فبيبقوا ساعات ما بيبقوش عارفين يظبطوا الموضوع ده بشده، يعني مش عارفين يعني ايه، عايزين مثلا يحطوا مثلا خلفيه مثلا وليكن مكان مثلا طبيعي او حاجه زي كده، لكن ما بيعرفوش. النهارده ان شاء الله ان شاء الله هنعمل الفيديو ده للناس البسيطه جدا اللي ما بتعرفش تعمل بتعرفش تشيل الباك جراوند او الخلفيه اللي في ظهرها. يعني مثلا انا متصور مثلا كده وعايز اشيل الخلفيه اللي في ظهري دي كلها وتبقى صورتي انا بس اللي موجوده، وممكن احط ورايا مثلا ايه صوره منظر طبيعي، لون، اي شيء، بحيث ان انا مش عايز الصوره دي تبان. لكن ما بيبقاش عندهم الاكسبيرينس او الخبره دي. ان شاء الله الخطوات اللي انا هعملها مش هتحتاج غير جهاز كمبيوتر وانترنت وفقط. مفيش اعلانات، مفيش برامج، نو بولشيت، مش هيبقى فيه اي حاجات ملعبكه ان انت تخش يقول لك حمل البرنامج المعين او اعمل حاجه معينه ولا اي حاجه خالص. هو جهاز كمبيوتر وانترنت فقط. قبل ما نروح ان احنا نشتغل على الخطوات دي، اتمنى بس حضرتك لو حضرتك تدعمني، بس لو بعزنك في الدعم حضرتك بس تنزل تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناه. احنا ما بنتكلمش عن البرامج بس، بنتكلم عن البرامج، بنتكلم عن الصحه، بنتكلم عن التخسيس، بنتكلم عن بناء العضلات، وبنتكلم اكتر واكتر واكتر عن ساعات الايد. ساعات الايد لو حضرتك مهتم بساعات الايد يا ريت حضرتك تشترك معانا، وبتشترك برده معانا في كل حاجه ان شاء الله. احنا بنتكلم عن كل حاجه، معلومات عامه وكل حاجه. فاتمنى حضرتك لدعمي، انا محمد تحسين، حضرتك تنزل تحت وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، ويلا بينا نشتغل على الخطوات. ودلوقتي يا جماعه عشان تقدروا تشيلوا الخلفيه من صورتك من ورا، او تعدل في الخلفيه تحط صور الوان او صور عاديه، كل اللي انت هتعمله اللي انت زي ما انا قلت في الفيديو ان انت هتحتاج متصفح، يعني هو كمبيوتر وتفتح متصفح جوجل زي كده ويبقى عندك انترنت. تمام، اول ما نيجي ندخل على جوجل هنكتب بيكس ارت، دوس انتر، بعد كده نضغط على بيكس ارت. ده هيجي لي دي الصفحه بتاعته اللي هي الصفحه بتاعته على طول، الويلكم، ندوس ستارت اديتنج. في بقى كذا حاجه، تشينج باك جراوند، في حاجه اسمها ريموف باك جراوند، اد ستيكر، سكتش افكتس، وحاجات زي كده كتير ممكن انت تتصفح فيه. يعني بص في كذا حاجه، كلر تونينج، يعني اكنك فاتح فوتوشوب ما شاء الله، يعني ماجيك افكتس، انت اكنك يعني حاجات كتير قوي يعني ممكن تفيدك. هنعمل هنخش على ريموف باك جراوند. ريموف باك جراوند اهي، وهيطلب مني ان انا عايز ابلود، يعني يقول لي انا عايزك تبعت لي الصوره اللي انت عايز تعملها، ندوس ابلود ونختار صوره. في صوره انا كنت متصورها كده، كنت عاملها كده صوره هتبقى في الوش كده على طول. انا اول ما بضغط على الصوره هو بيبتدي يشيل الباك جراوند لوحده، هو ما تفتكروش انتوا هتعملوه بايديكم، لا ده هو اوتوماتيكلي بيشيلها. فعشان كده الصور لازم تكون واضحه، يعني لازم تكون صوره مثلا متصوره مثلا بهاي كواليتي بجوده عاليه علشان تبقى مظبوطه. اهو تطلع لك دلوقتي الصوره بدون باك جراوند. ثواني، هو دلوقتي عمال يعمل لودنج. هو عموما يا جماعه الصوره بتاعتي الاولانيه اهي، اهي اهي دي الصوره. المفروض يبقى هنا في تلاجة وهنا شباك، المفروض في كذا حاجه، فانا دي الصوره، فالمفروض اللي تطلع لي تبقى من غير التلاجة والشباك اللي على الشباك اللي على اليمين والتلاجة والتلاجة اللي على الشمال. لو جيت هنا هكذا هنج ولا ايه، هنج ولا ايه، اهو لسه شغال بيعمل ستارتنج. معلش يا جماعه الانترنت بعافيه شويتين. ايوه اهي الصوره اهي طلعت بدون اي حاجه، البيكسلز اللي جنبيها دي تدل ان الصوره فاضيه، يعني ده ما تفتكرش دي حاجه اسمها ترانسبيرنت، يعني حاجه شفافه. انت بقى عايز بقى تلعب في الصوره بقى، ممكن تبتدي يعني تدوس كلر، تختار مثلا لون زي اللون الاصفر ده مثلا تحطه ورا الصوره هنا، تختار لون اسود، تختار اي لون، اهو دي الالوانات اللي موجوده هنا، تختار ده وده اهي، وممكن تجيب صورتك كده يمين او شمال بالظبط كده وهكذا. تمام اهي، دي الصوره بتاعتك. ثواني بس احنا عايزين نعمل لها
بلند. لا احنا عايزين نرجع بقى، معلش انا خرجت تاني بره، نعمل ريموف باك جراوند. معلش انا اسف، انا ممكن دوست على الصورة بعفوية شوية، نجيبها هنا تاني. هيبتدي يلعب في الصور كده شوية لحد ما يظبطها. انا بعملها بس بطريقة بسرعة شوية، انا اسف يا جماعة، بس ان هو انا خرجت بره، بس انا كنت عايز اوريكم بس الالوان هتبقى عاملة ازاي. اهي الصورة اهي، انت بتلعب بقى في اللون اللي في الباك جراوند اهو، وهكذا وهكذا وهكذا. تمام، نيجي هنا على الجريدينت دي، دي برضو دي الوانات حاجات زي كده اللي انت تلعب في لون مع لون اهو. تمام، التكستشر دي، دي بقى تعملها باك جراوند في الصورة عندك، اللي هي الوان معرفش حاجات زي كده، ميري كريسمس، اللي انت تحط في الخلفية عندك الوان. مثلا نجيب مثلا دي ميري كريسمس، بس الصورة بقى ما بتتجمع اهي. نجيب مثلا زي دي كده، دي ايون، نجيب مثلا زي دي، بس هي بتاخد وقت عقبال ما بتحمل. ال الابلكيشن ده او اللي هو الموقع ده اللي اسمه بيكس ارت ده، ساعات بيطلب ان انت تعمل اكونت عليه. انت ممكن تعمل اكونت عليه بحسابك الفيسبوك، وده بيبقى عادي خالص. انا لسه ما عملتش عليه اكونت عشان بدخل عليه فري ترايل، اللي هو بيبقى حاجات كده فري. لكن لو انت بتدخل على الاكونت ده، لو انت بتدخل على بيكس ارت ده ديلي يعني على طول، هيطلب منك انك تعمل اكونت، والاكونت فري فور فري، مفيش فلوس مفيش اي حاجه، يعني ما تفتكرش انت تدفع فيه فلوس يعني. تمام، نيجي بقى لو انت ضغطت على الصوره دي مرتين ثلاثه، هيجي بقى ادجست. ادجست دي اللي انت مثلا ايه عايز تخلي الصوره مثلا بهتانه، مع يعني ليه تبقى خفيفه كده شويه، الاوبيسيتي دي، او ساتوريشن دي اللي هي ايه يعني تظبطها بقى كده ابيض واسود. تلعب في الالوانات، درجه تشبع اللون، برايتنس تبقى كده وهكذا، الكونترست حاجات زي كده تقعد تظبط فيها. واللي انت مثلا لو عايز تظبط فليب كده او كده او كده او كده، تمام يعني، وزوم وزوم اوت وهكذا، واللي هو روتيت، روتيت اللي انت لو عايز تروتيت الصورة. حلو كده، حلو اللعبة دي، خليها زيرو. تمام، بليند دي اللي هي لو انت عايز تدخل الصور مع دي، يعني حاجات كده يعني ايه اللي هي بتقعد تظبط بيها، بتقعد تلعب في افكتات كتير 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 في الصورة اهي. كان بس يعني تقعد تلعب بقى في الصور كده يعني زي ما انت عايز. بيسي تي دي تقعد لو عايز تجيب الصورة يمين شمال، بعد ما تلعب بقى في الصورة وكل حاجة، ممكن تعمل بقى داونلود هنا. تمام، اقول لك انت عايز تعمل داونلود اهو، هينزل لك على الديسكتوب. انا هنزله على الديسكتوب الصوره اللي هي بتاعه اللي هي اللي عليها وراها الوان دي كده، او نور ده كده اهو. نيجي هنا نزل الصوره حتى من غير كوبي رايت، يعني من غير ما يحطوا مثلا ايه اللوجو بتاعهم على الصوره ولا اي حاجه. تمام، ممكن بقى تشوف بقى كذا حاجه تاني مثلا في الموقع ده. يعني مثلا عندك، انا رجعت ورا اهو، مثلا تشينج باك جراوند. تشينج باك جراوند دي اللي هو اكيد تشينج باك جراوند، يعني انت ممكن تعدل في الخلفيه بتاعتك اهو. انا هودي لهم برده نفس الصوره، بتدوس على ابلود يور ايمج، بعد كده اختار نفس الصوره تمام. دي الصورة اهي اللي انت اهي، بس تصدق مش كنا عند الصور احنا دي. يوز يور ايمج مثلا، اللي احنا عايزين مثلا نختار صور لينا احنا اهي، بعد الصور اللي تختار يوز يور ايمج، اللي انت مثلا عايز تعمل مثلا صورة اهي، يعني دي كده مثلا، خلي الزوم بتاعها كده بسيط اهي اهي وهكذا يعني. تعمل ادجست، تعمل بلند وهكذا يعني. تعمل يعني قصدي ايه،
انك تقدر تعدل في الحاجة زي ما انت عايز، بالمعنى الحرفي زي ما انت عايز. اهو نعمل ريس، يعني قصدي انك تقدر تلعب في الموضوع زي ما انت عايز فعلا، ادجست وبلند وهكذا كتير. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. اتمنى انك تقدر بعد ما تدوس بقى كده تدوس الداونلود هينزل لك الصوره. بس كده اتمنى يعني يكون الفيديو عجبكم. اتمنى تعرف انك تخش بيكس ارت ده يا جماعه، موقع كويس قوي، انا يعني اتعاملت عليه كتير. ادي ستيكر وبيقول لك سكتش افكتس وماجيك افكتس، انا نشوف مثلا ماجيك افكتس ده بيعمل ايه. انا كنت داخل بس على ريموف باك جراوند عشان كنت بحتاج ان انا انزل صوره وجنب صورتي وجنبيها كلام الحلقات اللي انا عايز انزلها. تعال نشوف مثلا كده ماجيك افكتس دي بيعمل ايه. على فكره يا جماعه صاحب بيكس ارت ده ليه ابلكيشن على الجوجل بلاي، بس لما جيت استخدم الابلكيشنز لا يعني موضوع رخم بعض الشيء، لكن لكن على الـ على الـ على الـ اسمه ايه ده اللابتوب يعني جامد قوي، جامد قوي. الموضوع واسع كده وانت عارف تتعامل. لا الموضوع احسن على الكمبيوتر، يعني مش 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 سهل على الموبايل. الموبايل رخم شويتين يعني. انا مستني اهو، يا مسهل يا رب يا رب. Something went wrong. The service please refresh browser and try again. ماشي. يقول ان في مشكلة حصلت على ال background. يعني احنا بنستخدم لا بيقول لك ممكن ممكن صح. ممكن اقول لك على حاجة، نقفل ده كده ونفتحه من الاول تاني. بيكس ارت نفتحه من الاول تاني كده نشوف ايه اللي هيحصل. ستارت اديتنج ماجيك افكتس. احيانا بيبقى اللودنج عليه كتير قوي، فانا ببقى يعني بتخرج وبتخش تاني فممكن يشتغل. كده احنا اشتغلنا رينبو مون لايت، حاجات كده زي كده كتير. ممكن نجوم نشوف مثلا رينبو ده هيعمل في صورتي. عمل الشكل ده. لا حلو الشكل ده. الشكل ده بس يعني يعني لو زي يعتبر زي كرتون وحاجة زي كده. just blend fade. الشكل مختلف خالص عن اللي انا متوقعه. moonlight شوف المونلايت. مولايا مولايا انا نشكل المولايا. لا باستل باستل اش. طب ان شاء الله نجيب بو دي حلوة دي. ماشي يا جماعة بيعملوها لي كده فلير، الشكل ليه كده غريب ليه كده يعني، فيش كده شكل يظبطها لي ظبطة حلوة كده. برضو بقى روز كوارتز crushed marble money. pretty pink wispy. يعني حاجات زي كده كتير، بس مش عارف ليه مش مظبوطة على 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 وشي. ممكن لو انتوا جربتوها تبقى مظبوطة عندكوا اكتر. بس كده انا حبيت ان اوريكم كل حاجه عن بيكس ارت ده. بيكس ارت ده فعلا فعلا موقع كويس، انا فعلا فعلا بستخدمه. بيفيد بيفيد والله بيفيد كتير. ف
فان شاء الله اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو ده، وما تنسوش طبعا يا جماعه تشتركوا معنا في القناه وتعمل لايك للفيديو، ولو ما عجبكش الفيديو اتمنى تقولي ما عجبكش ليه عشان يعني ان شاء الله اعدله في الفيديوهات الجايه. وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جدا يا جماعه، بعد ما شفتوا الخطوات وبعد ما عجبكم الفيديو ان شاء الله، وبعد ما عرفتوا ازاي تعملوا خطوات بسهوله جدا، اتمنى حضرتك ما تنساش تدعمني انا محمد تحسين، تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه ان شاء الله. ولو عايز تشوف الفيديوهات الاكتر استنى بعد كام ثانيه من دلوقتي هيظهر لك فيديوهين تتفرج عليهم او تشوف الفيديوهات عندي على القناه. شكرا جدا ليكم، ما تنساش تعمل لايك تشترك. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سر شجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.